حلقتنا اليوم مع موضوع خطير ومهم ومثير للجدل ويؤثر بشكل يعني كبير جدا على حياتنا الاجتماعية، موضوع الذكاء الاصطناعي. دعونا ننطلق، الحقيقة تحدثنا كثيرا حول هذا الموضوع، لكن في هذا اللقاء سننطلق من التصريحات الأخيرة لسام ألتمان وهو الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي المبتكرة لبرنامج تشات جي بي تي. صرح مؤخرا من أن الذكاء الاصطناعي يشكل خطرا وجوديا، هذا هو أو هذه الجملة التي استخدمها، طبعا يشكل خطر وجودي على البشرية، وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التي تشرف على هذه التكنولوجيا الرائدة. أيضا ذكر في هذا المضمار أن التحدي الذي يواجهه العالم اليوم يتعلق بكيف سندير تلك المخاطر ونتأكد بأن نستمر في التمتع بتلك المزايا الهائلة، وأنه لا أحد يريد أن يدمر العالم. أذكر أنه هذا التصريح صدر من مبتكر تشات جي بي تي. سنتحدث إذن حول تفاصيل هذا الموضوع مع استشاري الإعلام الاجتماعي والمتخصص بالتسويق الرقمي خالد صافي. أهلا وسهلا فيك يا خالد. أهلا وسهلا بكم. شو رأيك بالتصريحات الأخيرة لألتمان؟ مزودها. هو مش أول واحدة أيضا، لأن هناك أيضا كذلك مدير العمليات في فيسبوك، وهو صرح بتصريح آخر يقول نفس ذات الموضوع، أن هناك فقاعة كبيرة اسمها تشات جي بي تي قد تختفي قريبا، وهذا الأمر يعني ليس غريبا على البشرية أن يكون هناك أمور تدخل في العالم الرقمي ثم تختفي. وهذا كمان التصريح مناهض أو مخالف تماما لتوجه فيسبوك التي يعمل هو فيها مديرا للعمليات، عندما صرح مارك زوكربيرغ أنه سيقوم بعملية إدخال الذكاء الاصطناعي في كل أدوات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا التي يرأسها. فعمليا هناك مجموعة كبيرة من القرارات، الإعلانات، التصريحات التي تتضارب فيما بينها، لأن وراء الأكمة ما وراها هناك اهتمام كبير جدا بهذا العالم، وهناك أيضا رغبة في جعل الناس تعزف عنه نتيجة الشعور بالأخلاقيات التي تم اختراقها أو المشاكل التي تم وجودها، فهم يريدوا إعادة طرح المنتج بطريقة جديدة. طيب يعني يمكن الجديد في هذا التصريح أنه صادر على أحد مبتكري أدوات الذكاء الاصطناعي، يعني هل هذا يعني أنه الأمر خرج عن السيطرة؟ نعم، حتى بالنسبة للمبرمجين الكبار. يعني سام ألتمان في 2016 عندما وجد دعما كبيرا جدا من إيلون ماسك ليتبنى فكرة أوبن إي آي كشركة تقوم بعملية إنتاج المنتج الخاص بها تشات جي بي تي، وجد فيها الطريق لأن يخرج للعالم بطريقة جديدة جدا تغير المفهوم المتعارف عنه لمحركات البحث ولطريقة تعامل الناس مع الإنترنت. لكن في المقابل هذا لا يعكس وجهة اقتصادية مفيدة لأصحاب رؤوس الأموال، عندما يتم تمكين مثل هذه الأدوات وهذه التقنيات لأشخاص عاديين، فعليا أنت لن تلجأ لشركات عملاقة مثل جوجل وغيرها للاستفادة من خدماتها. وهنا نحكي عن مبدأ اقتصادي بحت، هو الذي يجعل مثل هذه المؤسسات تتراجع عن ابتكار مثل هذه المنتجات وتجعلها في متناول أيدي العامة. مبدأ اقتصادي بحت تماماً، وليس أخلاقي. هو يعني الذريعة التي دائما يستخدمها أصحاب هذه المنصات هو موضوع الإرهاب مثلا، موضوع الأمان، موضوع الأخلاقيات، وهذا طبعا شفنا سابقا له الحديث المفرط في الغرابة عن تيك توك كمنصة عندما يتحدث عنها العالم الغربي ويقول أنها مخترقة وغير قابلة لأن تكون منصة آمنة. كانت ذريعة الأمان هي التي يتذرع خلفها هؤلاء للحديث عن منصة تيك توك، بينما يملكون نفس التقنيات في منصات مثل فيسبوك وتويتر وغيرها، ولكنها صنعت في الغرب. فعمليا عندما تحدث الآن عن مشاكل الجي بي تي، الهدف الأساسي هو عدم جعل هذه الأدوات في أيدي العامة من الناس اقتصاديا قد تضرهم بشكل كبير جدا. ولذلك عندما أقول لهم اقتصاديا هو يضرني لن يقتنع، لكن عندما أقول أنه أخلاقيا، أمن، خصوصية، حفاظ على المعلومات، فقاعة، أخبار مضللة، هذه الأشياء قد تشغل الموضوع بال الناس بشكل شخصي. طبعاً وتشغل بال الناس بشكل أكبر. طيب خلينا نحكي عن تشات جي بي تي تحديداً، كون هذا التصريح صدر من مبتكره وهو فعلياً هذا التطبيق أو هذه البرمجة يعني أثارت جدل كبير جداً مؤخراً. نعم. أخبرنا عن طبيعة الجدل يعني والخوف المثار حول تشات جي بي تي تحديداً. نعم، تشات جي بي تي عندما خرج للعالم في بداية العام الحالي تحديداً كانت الثورة الكبيرة له، عندما وجد الناس طريقة للإجابة
الإجابة على كل أسئلتهم بعيدا عن الطريقة النمطية المتعارفة عليها في جوجل، يعطيك النتائج من المواقع، لا هذا يتحدث معك، وصل به الأمر أن يتحدث معك باللهجة العامية الدارجة في بلدك، وصل به الأمر أن يتحدث أيضا في كل الموضوعات التي تم أرشفتها عليه. بعد ذلك مباشرة وجدنا هناك من يصف هذه المنصة أو هذا التطبيق أو هذا البرنامج بأنه ينتهك الخصوصية، عنده نوع من الانحياز، عنده مشاكل كبيرة جدا في التعامل مع الوظائف لأنه يقوم بعملية إزالة الوجود لكثير من الوظائف مثل كتاب المحتوى، نعم، حتى المبرمجين وكتاب الكود البرمجي، هؤلاء الآن يصبحوا في مصاف الأشخاص الذين سيتم الاستغناء عنهم. لذلك تشات جي بي تي منذ ظهوره على الساحة وهو يوجد الكثير من الثورات حوله، ثورات إيجابية تدعم انتشاره وثورات أيضا مخيفة تدعم في عملية إزالته من أيدي المستخدمين لأنها تؤثر سلبا على تفكير البشر بشكل عام وعلى الأخلاقيات في المهن. واحد من الأخلاقيات التي يعني تم طرحها ونقاش فيها أنه كيف يمكن أن تسمح لأداة بأن تمكن الأغبياء والحمقى من تقنيات عالية المستوى تجعلهم يتبوأوا مناصب أو ما أماكن أو يديروا عمليات أو كتابة تقارير أو إنشاء محتوى أو كتابة سكريبت أو أيا كان المنتج اللي يخرج، وهذا بحد ذاته يحصل على كريدت مقابله أو أموال أو حتى شكر معنوي في المقابل، هو لا يعرف شيء. وهنا نقطة أخلاقية، هو ما قرأ أصلا البحث. كان مؤخرا أثير في إحدى الجامعات أنه في طلاب استخدموا تشات جي بي تي في أبحاث علمية، صحيح، ولا يتمكن المدرس أو المحاضر من معرفة إذا كان هذا المحتوى قد تم إنشاؤه من خلال تشات جي بي تي أو من خلال عقل الكاتب أو من خلال أي طريقة أخرى. فهذه العملية بحد ذاتها أصبحت مثار جدل كبير جدا، وبالمناسبة حتى يكون يعني محايدين، هذه نقطة بحاجة إلى علاج. هل فعلا من الصواب أن أملك هذه الأداة لعامة الناس ويصبح زي مثلا القاسي والداني في ذات المستوى، يعني الحافي وابن عال واحد فنفس المستوى يعني؟ هذا الأمر بحاجة إلى عملية نقاش على مستوى الأخلاقي. فإذا يريد أو تريد هذه المنصات سام ألتمان خصوصا يريد أن نناقش من هذا المستوى فأهلا به، ولكن إذا كان يريد إزالة هذه المنصة بشكل عام من المستخدمين هنا علامات استفهام لابد أن تبرز، ويعني لابد أن نرجع خطوة للخلف. في موضوع تشات جي بي تي تحديدا، أنا إلى الآن ما استخدمت البرنامج، لكن أحد الأمور اللي سمعت عنها أنه عم بيتم استخدامه في كتابة سيناريوهات أفلام ودراما بشكل متكامل. جيد. السؤال المطروح، يعني بحث علمي ممكن نحكي معقول، لكن سيناريو فيلم ودراما يحتاج إلى روح. هل وصلت درجة الذكاء الاصطناعي أنه يمكن أن يعطيك روح، يعني وليس مجرد كلام أو يعني صف أبحاث؟ جيد. هو عمليا مثل ما تفضلت حضرتك، العملية لابد أن يقوم على إدارتها شخص خبير أولا. نعم. ما بينفع شخص ما له علاقة بكتابة السيناريو والقصص والحوار أن يطلب من شات جي بي تي أن يخرج له حوار إبداعي. لابد أن يعرف كيف يكتب الحبكة، البداية النهاية. والجميل في تشات جي بي تي أنه يحتفظ بالذاكرة بتاعته بشكل دائم، بحيث عندما تقوم له بكتابة أطلب كتابة سيناريو عن قصة كذا، تلقائيا في الأسئلة التالية يمكنك أن تحسن هذا السيناريو، أريد أن تضع حبكة مختلفة، أريد أن تغير طريقة تفكير البطل في هذه المشاهد، غير مشهد الختام، أريد أن تجعل الحبكة أكثر درامية أو أكثر غموضا أو أكثر إثارة. في كل مرة تعطيه بعض المعلومات ويقترح عليك إجابات، هذه هي القوة وهذا الذكاء فيه. لكن عمليا لابد من وجود شخص قادر على عملية إدارة المهمة من موقع خبرة وليس من موقع تجربة بشكل عام من هذه المنصة. يعني بعض الأمور تحتاج إلى خبير. طبعاً، وبكل الأحوال هذا يعني مثلاً عندما ذهبت إلى منصة تشات جي بي تي لأجل أن أعمل موقع إلكتروني من الصفر كاملاً، نعم، أريد أن أكتب موقع إلكتروني لمجال عملي للتسويق الرقمي من فروم سكراتش زي ما بنحكي في عالمنا البرمجي، من دون شيء، أريد أن أطلب منه اكتب لي صفحة about us، اكتب لي صفحة خدماتنا، اكتب لي صفحة اتصل بنا. كل كلمة أريد أن يكتبها مباشرة أضعها فيها، وهو يضع طبعا الخيارات المناسبة. نعم. لأن لو لم أكن خبيرا لن نتمكن من استقاء المعلومة الأنسب ووضعها بشكل أو بآخر. لذلك عمليا خلينا هنا بس نضع شغلة مهمة تجعل الناس تفرق في موضوع الذكاء الاصطناعي وتهديده للبشر. نعم. يعني الناس غالبا تضع هذه النقطة كمعيار لرفضهم للذكاء الاصطناعي، طالما الذكاء الاصطناعي سيهدد مكان الوظيفي وعملي فبالتالي لا نريده، ونحن سنكون زرافات ووحدانا خلف سام ألتمان حتى نزيل هذا تشات جي بي تي وكل مفردات الذكاء الاصطناعي.
عندما نذكر أنواع الذكاء الاصطناعي نقول أنه على 4 مستويات مختلفة. نعم. المستوى الأول هو React AI التفاعلي، اللي هو يقوم بعملية تفاعل بناء على استراتيجيات مسبقة لديه معروفة، مثل بالضبط لعبة التفاعل مع الجمهور طبعاً. يتفاعل مع المستخدم. نعم. مثل بالضبط لعبة الشطرنج. الشطرنج هناك عدد كبير جداً من الاستراتيجيات مخزنة في الآلة. نعم. لتقوم بعملية تكهن بأي استراتيجية بدأت، وتلقائياً يقوم بعملية اللعب معك بناء على هذه الاستراتيجية. فهذا ذكاء اصطناعي رياكت يسمى. النوع الأعلى أعتقد شوي، هذا يمكن ما في منه خطورة. الذكاء الاصطناعي التفاعلي قد يكون مفيد في بعض الأحيان جدا، لأنه يقوم بعملية تفاعل معك بناء على استراتيجيات أنت غذيتها به مسبقا، وبالتالي يقوم حتى بجني المحاصيل بناء على استراتيجيات ثابتة. هذا الأول، أو حتى ري المحاصيل والمزروعات. الثاني هو درجة أعلى قليلا، هو عبارة عن limited memory مضافة للذكاء الاصطناعي، ذاكرة قصيرة المدى، مثل تلك التي تكون في قيادة السيارة. عندما تقود حضرتك السيارة وتريد أن تعرف المسار، تطلب من جوجل أن يحدد لك مسار. هذا الذكاء الاصطناعي مرتبط بمعلومات، ولكنه يختار الأمثل، يعني هو يفكر بشيء قليل محدود الذاكرة. ومنه تم تطوير شيء قليلا للذكاء الاصطناعي الذي يقوم بعملية القيادة الذاتية للسيارات التي مثل تسلا وغيرها، ذاتية القيادة. يتم تخزين المسارات التي يستخدمها الزائر بشكل دائم في ذاكرة هذا الذكاء الاصطناعي، ويختار الأنسب لها. فبالتالي هذه العملية أيضا هي مفيدة جدا للبشر. نعم. وغير مضرة. النوع الثالث وهو المايند ثيوري، أو نظرية العقل AI، اللي تتعلق بإضافة المشاعر، وهذا اللي وصلت له تشات جي بي تي. المرحلة هذه كانت تشات جي بي تي عندها قدرة على معرفة اللغة ومفرداتها، معرفة اللغات اللهجات الدارجة والمصطلحات المختلفة، معرفة الاستخدام البشري كيف يكون الرد حتى بالذوق وبأدب وبطريقة معامة من الإتيكيت. هذه هي الدرجة التي وصلنا إليها الآن مع تشات جي بي تي. بعده هناك الدرجة الرابعة والأعلى، وهي سيلف أوير، اللي هي الذكاء الاصطناعي يعرف مكنونات ذاته ونفسه، يعرف أنه هو عبارة عن أهلة، يعرف أنه هو عبارة عن ذكاء يتحكم. هذه الدرجة لا نراها إلا في الخيال العلمي من الأفلام. نعم. التي ولم نصل إليها، ولم يصل إليها بشر حتى الآن، وليس في مقدورهم الوصول إليها بالتقنيات المتاحة حاليا. فلكن المشكلة وين؟ عندما نقول الذكاء الاصطناعي مباشرة يأتي للذهن الأفلام الخيال العلمي والروبوتات على شكل حديد يتحرك، أنه هذا سيسيطر على البشر ويغير وسيزيل البشر من أماكنهم الوظيفية ويجعل مكانهم آلات تقوم بهذه العملية. طبعا حتى السينجولاريتي، اللي هي المستوى التي وصلت إليه صناعة الروبوتات مثل روبوت صوفيا، نعم، لم تصل إلى درجة السيلف أوير، لم تصل إلى درجة معرفة كينونتها بأنها كيان منفصل بذاتها، هي فقط مجرد آلة تقوم بالرد بناء على المعلومات التي تم تربيتها بها وبرمجتها بها. لكن في موضوع الروبوتات تحديدا عبالي أنه أناقشه، لأنه أحد الأفلام بالذكر اللي حضرتها في هذا الموضوع كان فيلم أبجريد، الذي يتحدث عن تطوير نوع من أنواع الروبوت، لكن يكشف في نهاية الفيلم أنه هذا الروبوت أصبح يتحكم حتى بصاحبه. نعم. يعني خرج الأمر عن السيطرة، وهذا خوف مطروح حاليا، ولذلك يعني يتم التحذير من حرب وجودية وما إلى ذلك على مستوى العالم. من واقع يعني من وجهة نظرك واطلاعك العلمي، هل سنصل بالفعل إلى هذا الأمر أم أنه محض خيال علمي؟ والله نتمنى أن نكون عايشين وقت ما يصل البشرية لهذا النوع من نعم. الاختراعات، لأنه فعليا على المدى البعيد نعم يمكن أن نصل لهذه الدرجة من صناعة الآلة التي تتحكم في كثير من المشاعر أو التحركات المتعارف عليها في العلاقة بين البشر والآلة. لكن لدرجة ما وصل إليه في فيلم أبجريد أعتقد أنها متناهية في الخيال، أو بعيدة جدا عن التصور اللي ممكن تصل له الآلة. بغض النظر هي لا تملك روح، هي تتملك بيانات وتقوم بمعالجة هذه البيانات وتتخذ أراء أو أفعال أو وجهات نظر متباينة. نعم. بناء على ما تم تغذيتها به، ولا يوجد لديها قدرة اتخاذ القرار بناء على السلف أوير أو المعرفة الذاتية بكينونتها، ناهيك عن غزو البشر والسيطرة عليه مثل ما حدث في تيرمينيتور أو السلسلة. نعم. المعروفة لديكم. طيب يعني ما الحل؟ السؤال المطروح والذي أطرحه دائما في نقاشنا حول الذكاء الاصطناعي، هل خرج الموضوع بالفعل عن السيطرة أم يمكن يعني إدارة عملية الذكاء الاصطناعي كما يذكر سام ألتمان؟ يعني هو قال إنه لابد ولازم، لكن ما هي الكيفية؟ نعم، هو حتى نصل إلى بر الأمان بشكل جميل جدا،
يريد لا نجعل الأغبياء حمقى، برضو نفس الشيء الحمقى عفوا والأغبياء لا نجعلهم مشاهير، نفس الشيء اللي عملناه في السوشيال ميديا لا نقع فيه أيضا في الذكاء الاصطناعي. والله الموضوع خارج عن السيطرة. يكفينا العاهات اللي وصلتنا في عالم السوشيال ميديا من أشخاص تصدروا على هذه المنصات وأصبحوا هم يعني المؤثرين على حسب المصطلح ما يطلق عليهم، وهم المغيرين لحركة التسوق وحركة العمل والتعلم وحتى نمط تفكير لدى الناس. لذلك عمليا لابد أن نجعل هناك مجموعة من الأخلاقيات في التعامل مع هذه التقنيات الجديدة، خصوصا تقنية الذكاء الاصطناعي، لا سيما موضوع تشات جي بي تي تحديدا، لأنه عمليا الأخلاقيات هنا هي الأعلى درجة. هل من الأخلاقية أن أقوم بكتابة البحث كاملا وأنسب لنفسي بدون أي مثلاً وجه حق كتابة التقارير باللغات المختلفة، ترجمة النصوص، كتابة الرسائل؟ هذه الأدوات موجودة فعلا لأجل أن تسهل علينا وتسرع أعمالنا وتنجز لدينا مهام كبيرة جدا، لكن ليس من الحكمة أن نجعلها في متناول من لا يقدر هذه الأدوات. ليس من الصواب أن نملك من ليس لهم القدرة على خوض هذا الغمار بطريقة تخصصية وفنية سليمة. هل ممكن نتحكم بهذا الموضوع؟ نعمل يعني أكسس معين لفئات معينة دونا عن أخرى؟ ربما هذا هو ما يبحث عنه سام حاليا، أنه يجعل عملية الدخول إلى تشات جي بي تي مقترن بالوظيفة بتاعته، ولن يتمكن من الحصول على معلومات إلا لها علاقة بتخصصك أو بمجالك أو بمعملك، حتى لا يطغى أحد على الآخر أو لا يسيطر بعض الأشخاص على جميع الوظائف أو المهام أو الخدمات أو حتى على أخلاقية العمل. حتى لابد أن نسأل عن عملية البيانات المدخلة من الطرف الأول أصلا. عندما نسأل أنه تشات جي بي تي كيف يعمل، يقول أنه يقوم على تحليل ضخم جدا لعدد كبير من البيانات المطروحة لديه واختيار الأفضل منها. طيب هنا سؤالين، ما هي البيانات الكبيرة التي لديه، من الذي أدخلها، وعلى أي معيار يقوم بعملية التحليل؟ هل يقوم بالتحليل بناء على اللون والجنس والعرق وأي تاريخ يدخل له؟ عندما أتكلم أنا مثلا عن تاريخ فلسطين، من الذي أدخل هذا التاريخ لديه؟ وفي المقابل أيضا عندما يأتي صهيوني يسأل عن تاريخ فلسطين، سيسأل من الذي أدخل هذا التاريخ؟ فهذا الأمر بحاجة إلى وضع نقطة لإزالة أي جدل فيه، سواء كانت تاريخيا، فنيا، ثقافيا، حتى تكون المعرفة المشتركة هي السمت العام المتعارف. ولا يسمح بالدخول إلا لذوي الاختصاص، وكل في مجاله واختصاصه، حتى لا يطغى تخصص على الآخر. وفي نفس الوقت لابد أن ندرب أبناءنا ونعلمهم على تقنيات كيف يستخدموا هذا الذكاء الاصطناعي، ليس كيف يهربوا منه، ليس كيف يخافوا منه، لأنه عمليا هذه عبارة عن فرسان جامحة في الصحراء، لابد أن نمتطي صهوتها، ولابد أن نصبح الريادين في مجالها بدلا من أن نكون في أذيالها. جيد، شكرا جزيلا حقيقة خالد صافي، المتخصص في الإعلام الاجتماعي، على كل هذه المعلومات التي تفضلت بها حول خطر الذكاء الاصطناعي.